بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. علينا أن نحمل عقلية النبي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. كيف تمكن النبي أن يبث وينشر دعوته كذلك أئمتنا عليهم السلام كانت عقليتهم عقلية البناء كيف ان البناء يضع حجرا على حجر هذا بناء مادي انظر الى البناء المعنوي الذي كان النبي صلى الله عليه واله يأخذ مدده من من الله تعالى من القران الكريم يا ايها يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك اذا وما عليك الا البلاغ المبين حتى كيف استفاد مولانا زين العابدين عليه السلام من العبيد كان يشتري العبيد وهذا العبيد من اثار الحروب الاسلاميه والغزوات كان يشتري ثم يبقى عنده فتره معينه زمنيه كان يستغل في تعليمهم وارشادهم الى ان يصلوا الى مرتبه عاليه من العلم والفهم والتدين والاخلاق ثم يعتقهم الامام ثم يذهبون إلى الشام أو العراق أو اليمن أو الحبشة لأنهم نقلوا علوم أهل البيت نقلوا أخلاق أهل البيت نقلوا هذه المحبة اللي الإمام كان يتعامل مع عبيده وإمائه بالمودة والمحبه. تمكن الامام بهذا الاسلوب اسلوب التعليم اسلوب ترسيخ ثقافه اهل البيت في الاخرين في زرعه في الناس حتى في العبيد حولهم من الجهلاء الى علماء الى مبلغين وهذا افضل من السلاح. لغه السلاح لغه الاعداء لغه الجاهليين لكن لغه الانبياء ولغه الائمه هو لغه العلم والتعلم والنجاه خلاص الناس من بح الظلمات فهكذا كانت عقليتهم ما كانوا يستخدمون السلاح انظر الى تاريخ ائمتنا وهذا ما انقله هذا الكلام هو ما انقله عن سماحه المرجع الكبير ايه الله العظمى السيد صادق الشيرازي حفظه الله هذا الرجل اللي هو كله ولاء وكله محبه غايته واحده فقط في مهمته هو نشر فضاء اهل البيت هذا هو لاننا لا نملك الا راس مالا واحدا في الدنيا والاخره محبه اهل البيت فضائل اهل البيت وندخل الجنه بشفاعتهم ببركاتهم بدعواتهم بتوفيقاتهم فلا داعي للسلاح ان نريد نحن ان نستخدم السلاح سلاح العاجزين سلاح من لم يملك الادله. سلاح من لم يكن عاقلا. العقال لا يستخدمون القوه والسلاح. نعم العقال يستخدمون سلاح الانبياء. كما ورد عن النبي صلى الله عليه واله قال عليكم بسلاح الانبياء قالوا يا رسول الله وما هو سلاح الانبياء؟ قال الدعاء انظر العقليه احنا بحاجه الى الدعاء الى العلم الى ال ال انه ان نحيي حياتنا حياه ان نعيش السلام ادخلوا في السلم كافه نحن نبحث عن السلام نبحث عن ال ال ثقافه التعايش ونبحث على ان نعيش بعضنا مع بعض لا ان اصادر اراءك لا ان اقضي عليك وافرض رايي عليك لا الامام امير المؤمنين يقول معاشر الناس كونوا في الناس ان غبتم حنوا اليكم وان متم بكوا عليكم ان نعيش عقول الناس ان نعيش علوم الناس ان نعيش تجارب الناس أن يبني بعضنا لبعض إنسان بنى أنا أتي وأكمل دور البناء لا أهدم بناءه وأبني من جديد على رأيي لا لا بد نحن أن نتعلم من الإسلام من النبي صلى الله عليه وآله النبي بعظمته كان حتى يتشاور مع الآخرين في قضية الخندق مع سلمان النبي غني عن التشاور لكنه يريد ان يعلمنا نحن ان نتشاور وان نتفاهم هذا هو الدين لانه الذين يشنون الحروب ويوقعون التنازع بين بين, بين الناس هؤلاء لم يفهموا الدين جيدا اخذوا جزء من الدين وربما تصوراتهم كانت خاطئه. بينما نحن يعني اقصد الذين يتبعون اهل البيت من مراجعنا وفقهاؤنا انه يبينون لنا الاسلام الصحيح. لذلك بمجرد يعني انقل هذه الكلمه وهذه النصيحه من السيد المرجع حفظه الله ودائما يوصينا بذلك الى جميع الاخوه بمجرد الخلاف الخلاف الفقهي مثلا لا انه يجرد بعضنا البعض السلاح ضد الاخرين لانه انت لا توافقني فانا اذا اذا اجرد سلاحي اذا اوجه بندقيتي اوجه رصاصتي اليك لانك آه لا تسمع ولا تعطي آذان صاغية لي بينما الإسلام لا يعني كيف علمنا أن نتجرد عن الخلاف إذا نريد أن نقول لهم لا تستعجلوا في الخلاف في حمل السلاح يعني لا تطور الخلاف إلى السلاح حتى الله سبحانه وتعالى قال لنبيه ولا تكن يا محمد ولا تكن كصاحب الحوت يعني بان تستعجل على القتال على الدعاء عليهم قال لا تستعجل على الدعاء على قومك لا اعطيهم فرصه شوف عقليه النبي بالله عليك حتى ملك الجبال ملك الهواء ملك الارض ملك السماء ملك القطر قالوا يا رسول الله جاء ملك الجبال قال يا رسول الله مرني ان اطبق عليهم اقضي عليهم قال لا النبي اسمع اسمع انت عندك عقليه النبي هذا هذه رساله الى الجميع هل عندك عقليه النبي ماذا يقول يقول ان الله بعثني هديه اليكم وانا لا ادع على قومي اقول اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون شنو هاي العقليه؟ انظر الى عقليه النبي قمه في القمم هذا هو النضوج العقلي نحن ان نتعلم من النبي ومن اهل بيته لا ان نرجع الى الى العادات والى ما ورثناها من من ابائنا واجدادنا بالخصوص العشائر العربيه اللي يحملون عادات باقل شيء يأسا يوجه لك بندقيته او يستخدم كلمه الفصل كذا لذلك نحن لابد علينا اذا اردنا ان نعيش فيما بعضنا يعني ان ان نعيش متحابين سعداء ان يقف بعضنا الى بعض لابد ان نتفاهم مع الجميع ان نقوم بعمليه الصلح لذلك تشوف النبي صلى الله عليه وآله يا حبيبي احنا نجعل النبي مدرسة لنا صلى الله عليه وآله النبي عندما قام بالإصلاح بين الأوس والغزرج بعد أكثر من مئة مئتي عام من الحروب والقتل وسفك الدماء وإراقة الدماء النبي بعد تلك السنين أصلح بينهم طيب احنا ما نتعلم من النبي كانت في الجاهلية كلها حروب يقتل بعضهم بعضا قويهم يشتد على الضعيف يأكل الضعيف نحن رجعنا إلى الجاهلية الأولى مع انه عندنا حضاره متقدمه، عندنا تكنولوجيا، والعالم وين وصلت؟ واحنا بعدنا نعيش عقليات صغيره. اريد ان استولي عليك بعقليتي، لا ما في هنالك ولايه الا ولايه النبي واهل بيته عليهم السلام، لان ولايتهم ولايه الله تعالى. هذا هو الصح وفقهاؤنا ومراجعنا لهم هذه الولايه ولكن ليست الولايه المطلقه للنبي لانه ليس نبيا ليس اماما ليس معصوما وليس حتى منصوصا من قبل الله نعم لو طبقت عليه الشرائط يكون وليا بحدوده في الامور الحسبيه مثلا يكون وإلا الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم فإذا نحن لابد أن نرجع إلى الميزان الوسط وجعلناكم أمة وسطا ما في عندنا استيلاء على الآخرين يعني هذا هو الرجوع إلى الجاهلية الأولى إنما أمرنا الله تعالى أن يتفاهم بعضنا مع بعض انظر الى فقهائنا العظام، مراجعنا يختلفون بعضهم مع بعض في الاراء الفقهيه حتى في الولايه يختلفون لكنهم هم في قمه الورع والتقوى لا يظلمون احدا مع اختلاف ارائهم بعضهم مع بعض لكنهم تراهم هم ملتزمين بالضوابط الشرعيه، بالاخلاق، بالتقوى، بعدم الظلم الى الاخرين، اياك ان تظلم اذا واحد فقيه وعالم ومرجع يظلم اذا شنو شنو وجوده اصلا؟ ال ال, ال الولي المرجع الفقيه هو الذي يرفع الظلامه هو الذي هو الذي يش يفتح الحريه امام الجميع هو الذي يعرف الناس على إسلام رسول الله وإسلام علي انظر يا أخي انظر إلى إسلام علي انظر إلى نهج بلاغة علي الله أكبر يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام الناس صنفان إما أخ لك في الدين وإن اختلفوا في في انتماءاتهم او نظيم لك في الخلق مو لازم يكون مسلم خلي يكون يهودي يكون مسيحي يكون بوذي يكون باي دين المهم هو نظيرك لك انسان مثلك مخلوق وحتى الله يا اخي الله سبحانه وتعالى انظر كيف يخاطب عبيده عباده كيف يخاطبهم ما يجي يجرح الله بعظمته لا يجرح خلقه مخلوقاته ما يجرح يقول يا أيها الناس يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا شوف إذا مو آمنوا يقول يا أيها الناس يسم الخطاب يشمل الجميع إذا لابد أن نحمل الأخلاق الإلهية والاداب الالهيه المترسخه في النبي والائمه عليهم افضل الصلاه والسلام وفي الحديث الصلاه فتابعوا معنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته